الواد ابراهيم ابني راح جاب 4 بطاط ودكر ويقول هعمل مزرعه باط ب4 بطاط ودكر. ربنا يديله الصح. ابراهيم ابني في بكاروس اعلاه واد زي العسل خطير، هيعمل مزرعه بط ب4 بطاط ودكر. بقول له تعمل بوم مزرعه زي ابراهيم؟ قال لي يا بابا كل بطه هتبيض لها 20 بيضه هترقد عليهم هتطلع لي بط. قلت له اه مظبوط. قال لي والذكر هيتجوزهم؟ قلت له مظبوط. قال لي خلي كل واحده تطلع 10 والباقي يبوظ، بقى عندي 40 بط هيطلع منهم شويه كره وشويه نتي. الذكوره هسمنهم وابيعهم والنتي هيكملوا معاي، على ما اتخرج هتكون عندي قيمه 100 ولا 150 بط. وانا قدام مني سنه في سنه رابعه. قلت له تفكير سليم بس عايز مثابره. قال طب اتكلم وانت بقى. انتوا حاضر.